مرحب بحضراتكم مرة أخرى في الزراعية مباشر. أنا معايا على هاتف المهندس محمد الزواوي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة. مرحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا سامح بيه، إزاي معاليك؟ الحمد لله، كل عام وحضرتك طيب. موسم الصيفي من المواسم الهامة اللي فيها تركيبة محصولية كبيرة. محافظة البحيرة تعتبر من المحافظات الزراعية العملاقة. يا ريت تقول لي وصلنا لإيه في الموسم الصيفي، معدل أو تقسيمة المحاصيل اللي موجودة عندنا. هل محصول الأرز سبب لنا مشكلة؟ اديني صورة عامة عن الموسم الصيفي داخل محافظة البحيرة. والله احنا الحمد لله يمكن مساحات الرز في البحيرة موجودة صحيح، ولكن يعني مش متعدية بالكثرة يعني اللي عليه. واحنا أول سنة السنة دي إن شاء الله يعني ما حسناش بمشاكل مع وزارة الري. الحمد لله يعني كان في تنسيق جيد بين وزارة الزراعة ووزارة الري، ويعني نادر لما كانت بتحدث مشكلة في منطقة ولا حاجة، وكانت بتتحل فورا إن شاء الله يعني. إن شاء الله. عندنا مساحات القطن، وإحنا طبعا محصول القطن يعني في حوالي عن 47 ألف فدان مزروعين قطن في محافظة البحيرة. كم يا فندم فدان؟ 47 ألف. 47 ألف فدان. آه. كويس، مساحة حلوة. يعني إن شاء الله إحنا نأمل بس إن إحنا يعني ربنا يسهل، والمحصول لغاية دلوقتي ما عندناش إصابة تخوف، الموضوع مستقر. في مقاومة لديدان ورقة القطن، برضو احنا عاملين استعداد لديدان اللوز ان يبقى مفيش اصابة فيها ان شاء الله. يعني الامور لغاية النهاردة بالنسبة للقطن برضو مستقرة الحمد لله، ومفيش اي مشاكل. عندنا مساحات من الذرة حوالي عن 70,000 فدان مساحة ذرة في محافظة البحيرة، طبعا بالاضافة لمحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضر طماطم وحصيل خضر بأجمعها موجودة في محافظة البحيرة إن شاء الله. تعلم محافظة البحيرة يعني مديرية الزراعة بس بالبحيرة في حوالي 1,000,000 فدان، وحوالي عن 600 أو 700 فدان يعني في منطقة النوبارية، فبإجمالي المساحة في محافظة البحيرة في حدود 1,700,000 فدان. طبعا متعددة المحاصيل، كل المحاصيل سواء كانت محاصيل فاكهة خضر محاصيل حقلية كلها موجودة في محافظة البحيرة إن شاء الله. فعلا. طيب مشروع تطوير الحقل أخباره إيه بالنسبة لمحافظة البحيرة؟ الحمد لله إحنا يعتبر شبه يعني جربنا نخلص زمام مركز مثلا أبو حمص، مركز المحمودية، مركز كفر الدوار، دي المراكز اللي خدت نصيب كبير في مشروع تطوير الري. مركز المنهور برضه في جزء منه ودخل في منظومة تطوير الري، وان شاء الله احنا عندنا امل ان يبقى في خطه للعوام السابقه والعام القادم ان شاء الله ان نعمل عمليه تطوير الري لترعه الخندق اللي هي هتجيب اتاي البارود وجزء من الدلنجات وبقيه مركز دمنهور. تمام. كان في، انا عايز اعرف المنظومه اللي احنا من خلالها بنتابع وبنراقب تداول المبيدات، علشان انا عايز اضمن ان المزارع بيشتري مبيد يكون مرخص مش مغشوش من مصدر موثوق فيه. هو محافظة البحيرة من اكبر المحافظات فيها كمية تسويق للمبيدات الزراعية، لان بتتعدد فيها المحاصيل، مش محصول، مش يعني مش متخصصة في محصول معين، فبيبقى فيها محلات سريعة، واحنا مضبوطات المحلات في منطقة محافظة البحيرة. احنا الشهر اللي فات ده عاملين 350 مخالفة، سواء كانت اتجار بدون ترخيص او سلع منتهية صلاحية او سلع غير موصى بها في وزارة الزراعة، يعني مبيدة غير موصى في وزارة الزراعة. ففي متابعة جيدة من قبل مسؤول أو مفتش المكافحة اللي هو مسؤول عن متابعة المحلات التجارية اللي شغالة في مجال المبيدات والأسمدة أو المخصبات يعني. بوجود محافظة البحيرة في هذه الموقع الجغرافي وأيضا المساحات الزراعية الشاسعة، أيضا بتشمل أماكن للإنتاج الحيواني، وفي ثروة حيوانية كبيرة في إيد المربي الصغير أو الفلاح.
دلوقتي في الانتاج الحيواني داخل مديريه الزراعه بقى ليه دور مهم جدا مع الطب البيطري، وبقيت اشوف ان حضراتكم متواجدين بترافقوا حملات التحصين، موجودين ايضا في الاكمنه اللي بتبقى على مداخل ومخارج بعض القرى او الاماكن المدن اللي فيها اسواق. دوركم ايه دلوقتي بالتعاون مع الطب البيطري لحمايه الثروه الحيوانيه وللنهوض بيها؟ هو سمح بيه، وانت تعرف ان الطب البيطري جزء من وزاره الزراعه. أيوة. لا يتجزا يعني، واحنا في منظومه عمل وتنسيق يعني كامل بيننا وبين الطب البيطري، على اساس ان احنا الاول بنعمل ترخيص لجميع الحظاير اللي موجوده على الاراضي، سواء كانت حظاير مرخصه قبل كده او حظاير جديده. طالما الحظيره موجوده ومقاومه وشغاله، احنا بنعملها عمليه ترصيد، ودي تسهيلات تمت في الفتره الاخيره من قبل وزاره الزراعه. بنحصر جميع الحيوانات اللي موجوده او الثروه الداجنه او الاسماك، المزارع الاسماك، بنعمل عمليه تقييم فيها. دلوقتي احنا بالنسبه لمحافظه البحيره نسبه الجدود فيها تتعدى 70% بالنسبه انتاج الجدود على مستوى جدود التسمين على مستوى الجمهورية. بالنسبة لقطاع التسمين الدواجن عندنا في حوالي 32% من انتاج الجمهورية في محافظة البحيرة. الثروة الحيوانية عندنا 22% من انتاج الجمهورية. صح. في محافظة البحيرة. لا عندكم ارقام جامدة. طيب السؤال الاخير، في دورات تدريبية في هذه الفترة لتعريف المزارع بمنظومة تسوية القطن الجديدة، يعني ايه يا فندم؟ والله احنا نأمل مع شركات القطاع الخاص ان هي تبقى في تنسيق من بداية الموسم، على اساس يجي يستلم مننا كميات القطن الموجودة. انت تعرف لما نبقى زارع في حدود 45,000 فدان قطن، ولازم نسعى اننا ندور لهم على سوق من بدري. ايوه. فأنا عندي منهم 15,000 فدان إكسار، دولت يعني ضامن إن الدولة هتستلمهم عشان بذرة الإكسار على مستوى الجمهورية. الباقي هيبقى عندي في حدود 30,000 فدان، فإحنا النهاردة في تنسيق بين الجمعية العامة منتجي الأقطاب للإدمان والجمعية العامة للقطن، على أساس إن يبقى يتفقوا مع الشركات المصرية ان هم يجوا ياخدوا كميات القطن الموجوده، ويكون بسعر مناسب للفلاح ومرضي، لان الدوله النهارده مهتمه بموضوع القطن على اساس ان هي ترجع جزء من مكد مصر في القطن ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك المهندس محمد الزواوي، وكيل وزاره الزراعه بمحافظه البحيره، محافظه زراعيه مهمه جدا، تركيبه محصوليه متنوعه، انتاج حيواني بيمثل نسب مرتفعه بالنسبه لاجمالي انتاج مصر من الثروه الحيوانيه. موسم صيفي فيه محاصيل مهمة جدا زي الذرة وزي القطن اللي احنا بنتمنى ان هو يعود لمكانته مرة اخرى، لان احنا بنتكلم على الذهب الابيض، الذهب الابيض وسمعته العالمية اللي احنا بنتشرف بيها، نتمنى ان هي تعود مرة اخرى سريعا، لان انت بتتكلم على سلعة هي قيمة مهمة جدا لاقتصادنا، وان احنا ممكن نرفع منها اذا تم تصنيعها تصنيع جيد، اذا اهتمينا بالصناعة الفلاح بيقدر يشتغل وبينتج وبيزرع. الفلاح بيحتاج ان انت تديله مستلزمات انتاجه، وهو يعني بطبيعته بيهتم بيجتهد بيتعامل مع الارض علشان ينجح وعلشان يعدي الموسم بسلام. يتبقى جزئيه مهمه جدا وهي جزئيه التسويق، ومدى نجاح جزئيه التسويق بيعتمد على اتصالات وعلاقات خارجيه، وايضا نهوض بالصناعه الوطنيه